فريش جوجو موشي اللي قناة الشام قناة شوف تيفي كان تواجدوا قلب السوق البلدي اللي السمك كما كتلاحظوا معنا الخيرات ديال البلاد ديالنا موجودة الحمد لله. يعني جميع الأسماك كتواجد في هذه الفترة هذه يعني وحتى الثمن ديال السمك يعني في متناول الجميع كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا ومتابعينا الصول الميرنا الكروفيت الكالامار السومو تونة حتى الحوت الابيض موجود كيتواجد بكثرة في السوق البلدي لمدينة المحمدية كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام عبر المباشر ديال قناة الشاب قناة شوف تيفي. كما قلنا هذه اصغر تونه حميده شي حدايا بعدا دوي على التونه الصغيره بعدا هذه الولد ديال التون هذا الولد ديال التون لان هذاك الحجم هذاك العمالقه اللي كنجيب لك نسميه انا البقر البحر البقر ديال البحر البقر البحر هذاك اللي تبارك الله كتبرع فيه هذا العجيل ديال هذاك لا ماشي عجيل هذا الوليد الوليد ديال البقر هذا صغير راه مسكين الوصل ديال الثمن حلو 80 درهم بالحق دايره 100 80 درهم ولد دابا الموفيط راه ما كاينش الموفيط دابا الثمن طايح خصوصا اللي خدا ب 80 دونك كتعبر ليه 2 كيلو 3 كيلو 80 درهم اللي بغى نص كيلو ولا راه ما يتهواش عليها 100 درهم واخا ندوزو نعم حبيبي الحوت سبادر ويه دابا دابا تقريبا نهار السبت جبت وحده فيها تقريبا شي 63 بعتها الحمد لله والبارح ونهار الحد جبت وحده فيها 100 كيلو شي حاجه وهذه فيها شي 50 كيلو شويه 50 كيلو واه 50 كيلو شحال دايره تقريبا هذه باش تقريبا شي 4000 درهم 4000 درهم واه تبارك الله وزيدوا لي رجع لي الهادي واخا هادي التونه هادي ديال التونه كانوا جوج بالحق وحده بعثت البارح وحده هادي نبداها اليوم شحال تقريبا دايرت الثمن دابا بحال راه كتعرف اللي بغى نص كيلو ولا هادي راه 100 درهم الكيلو لا تقريبا هي كامله شحال دايره هادي شحال يكون فيها من كيلو تقريبا واحد صغيره تديها بهذيك 1200 1300 هادي 1200 بالنسبه لينا راه رخيصه بالنسبه لينا حنا مولفين كنشريو هذاك الحوت كنقول العمالقه الحوت الغليظ اللي هو ديال 300 كيلو حيت كنتبرع فيه حتى في الماكله ديالو اللي كيكون الحوت اللي كان يعني لا شي تونه كان غليظ لا كان غليظ كيوصل داك الحجم ديال 300 200 هذا اللحمه ديالو كامله بلاصه كاع اللي كتقول ناشفه كتلقاها ميدمه وهذاك اللي دام حلو ما شاء الله البنه ديال واه شي حاجه وخصوصا الا شتي شي درتي بروشي درتي معاه الحيمات ديال الكلاوي ما شاء الله الحيمات ديال الكلاوي جديد هاد الحيمات ديال الكلاوي لا الشحمه ديال الكلاوي الشحمه ديال الكلاوي وفيدنا وفيد المشاهدين الكرام ديالنا اللي كيشاهدوا على قناه الشام عاوتاني ونقول لهم ديروا عاوتاني الطون وديروه بروشيط وديروه مع الكلوه ويطحنوه وديروه مع الكلوه ديال البقري ديال البقري اه ويطحنوه والربيع والثومه والزيت العود ويشوي مع راسو راه بحال قلت لك يونتي بيوتيك دواء اونتي بيوتي اونتي بيوتيك دواء شوف ما كاينش الضحك دواء ديال البروده دواء ديال البروده عاود عطينا الوصفه للمشاهدين الكرام ديالنا اللي كيشاهدونا عبر قناه الشام نقول ليه دير شويه ديال الشحمه ديال البقري ديال الكلوى ياخذ شويه الطوم ودير الربيع والثومه وزيت العود ويطحنوا كاع ما عندوش طحان يشد الجنويه ويطحنوا يديروا بحال الشكل ديال الكفته وغادي والله ويشويه هذيك الساعه ما يدخلش المقله لان الناس نقول لهم هربوا من الزيت لان الزيت ولاو فيه الامراض يعني كاين شوف كاين المشويات شوف كاين النشير كاين الطبيعي والمشويات وبخر ليات ودخل الفران وقال لك شوي وعطي العلي مرحبا شوي وعطي العلي ايوا واخا اجي ندوز السومه اجي ندوز السومه كيفاش غادي تصومه 180 درهم 180 درهم وصل 200 درهم اليوم جبتو غالي 200 درهم بالحق لي ترونش اما اللي بغى لي بياسه كتحسب عليه 170 180 160 كاع شي حبيب زوين 160 لا هي حبه كامله شحال واصله؟ واه واصله راه على حسب البو اللي فيها خويا ياك وي شحال تقريبا شحال يكون فيها هذه؟ هذه غتكون فيها واحد 4.5 5 كيلو 5 كيلو 5 كيلو شحال جات؟ 5 كيلو غتسوى واحد تقريبا شي 1500 1500 دابا شفتي بهذا الشكل هذا تحقرها؟ لا ما يمكنش تحقرها هذا الدواء ولكن المنافع ديالها كثير حبيت بلا حرج وسخون وسخون هو بحال قلتي فياغرا طبيعيه السومو دابا فياغرا طبيعيه وي وسخون عرفتي تخيل معايا ذاك الراس ديالو ملي كيبقى ليا كنمشي نشدو نشويه مشكله ما كنعش كيجنيش الناس لا حول ولا قوه هادشي اللي كنقولوه لا حياء في الدين حنا كنقولوا الواقع سير كمل لي هذا اللوجي
سميتو الروجي اللي هو الروجي. الروجي سلطان البحر. الروجي سلطان البحر هذا هو الروجي سلطان البحر. كيجي في الشواء كيجي في الفريزر من الشوفه ديالو كيشهي زوين يعني بلا ما تحتاج لا حيت شوف هو ما كيكون قديم كيكون مضبب الوغ هذه راه لا كاليتي الجوده العاليه بهذا باقي بالتسام ديالو باقي بالريوق ديالو بالريوق ديالو فوالا هذا شوف شوف الحوته فين شاده واقفه كي بعض الناس كيقول لك كيقول لك الكونج ديال لا الحوته ملي كتموت كتصنصز ولا كترش في لا كلاص كترخى واخا سير على بارك الله نكملوا معاك حنا كنوريو المشاهدين ديالنا كيتمتعوا معنا الناس اللي كيشاهدوا الخير موجود حتى عاوتاني واحد النوع ديال الرايه اللي هما كاين بعض الناس كيبيعوا لهم تريسيتي او فرايه اللي هي فيها الدينار في الظهر ديالها احسن رايه ندوزوا الرايه دابا فوالا احسن رايه وتبعوا مع المشاهدين اللي كيشاهدوا احسن رايه وهي الحرشه هي هذه الرايه الحرشه هي هذه وتكون بالريوق ديالها وبالريوق ديالها فوالا تسمى الرايه حرشه لان كتكون اول حاجه مهبره ما فيهاش كوسو وبنينه في الكو ديالها ياك ايه وفيدنا المشاهدين راه اكيد راه هذا كروفيت غريز اللي هو غني على التعريف اللي فيه كاليبر فيه صغير فيه الكبير فيه متوسط كلها على حسب كيتربى بيان سور كيتربى ما كيتصيدش بحال الكروفيت هذا اللي رفاج هذا ما حيت ما كاينش كان حنا ديال البلاد كيكون موجود ولكن سبحان الله نقارض دابا ولاو كيستوردوه ياك شحال واصل الثمن ديالو هذا دابا كيوصل دابا هو 140 ولكن اللي بغى كيلو كنحسبوا لي 130 ونص كيلو 70 درهم ولكن هذاك ديال 120 ما كنجيبوش علاش ملي كيطيب كيكرم كتولي الجلده لاصقه على اللحمه يعني وما كيلقاش لبن الانسان ما كيلقى ما ياكل فوالا ما كيلقى ما ياكل الوغ هذا اللي شويتيه راه فيه الحيمه درتيه سوطيج فيه الحيمه نقيتيه ديرو بيبي كيما درتي لي فيه الحيمه فوالا يلاه ندوزو للاخرى هذا هذا الليمون اللي بغيت نقول لكم هذا الليمون هذا الليمون هذا والله العظيم اللي فيه فيه شي فوائد كثير ما عارفاش شنو شي هذه دابا هي رخيصه دايره 20 درهم ياك هذه هذه تشدات لوحه في المقله ودير معها فيدينا العيالات العيالات راه كيبغيو راه تبارك الله العيالات ديالنا راه الشراء واضح راه الشراء واضح قول لنا بحال دابا هذا لي بالور هذا الليمون هذا بوزروق هذا تلوحو في المقله يكون فري باقي جديد وديرو صوتي بالربيع والثومه والزيت العود يطيب في المقله وتغطيه بشي لعيبه تيبان لها تحل وتجمع وتحيدو وتاكل يقول اللي مسكينه كتقلب على الاولاد راه ان شاء الله يجيب الله شي سير اللي كتقلب على حيت هذا عاود لا عاود لي هذه اللقطه هذا كيسخن الوالده ديال المراه عاود لي الله يرحم الوالدين مزيانا نفيدوا النساء ديالنا مرحبا مرحبا قول لي كيفاش قلت شوف شوف شنقول للناس جيو عند حميد مدينه المحمديه دار البحار مارشي جديد راه نجي نعطيهم شي دابا عطينا حاجه ما شاء الله واخا عطينا الوصفه عاود لي الوصفه ديال هذه النساء مهم سيدي غديرو صوتي بالربيع والثومه والزيت العود وديرو في المقله وتخليه يتشحر وتغطي عليه شي لعيبه باش هذيك الصاص يرجع عليه باش يطيبو واحد شويه من بعد ليه تحل كاع البزروك تحل وتجمع صافي تجمع المسائل هذه وصفه خاصه للنساء اللي بغاو يولدوا ماشي خاصه ولكن ياكلوهم كل شيء هي سخونة. هي مزيانه للمراه فوالا هذا مزيانه للمراه مرحبا دوزوا لي زويتر راه معروف غني على التعريف راه غني على التعريف هذا بنين وزوين هذا كنعرفو كاملين دوز لي تما تما كاين زيد وكاين عندنا اللي هو البيرة نفس هذا نفس الثمن ديال هذا لا كله لا اعطيني دوز وخليه معايا باش شد معايا ركز معايا هذا خويا كيدير 180 وكاين شي وحدين كيبيعوه 220 درهم هذه 180 هذه البروميانا ولكن بلاتي باش تعرف هذه البروميانا لا الغولد الكاليبر دابا الغولد هو اللي يخليك تعرف واش بروميانا ولا دوزيام دوزيام كتكون ضعيفه كتكون ضعيفة وكيبيعوها لك بثمن بروميانا أنا بالعكس أنا دابا هذي كنبيعها بثمن دوزيانا بروميانا كنبيعها بثمن دوزيانا مرحبا عندنا الكالامار زوين لا بلاتي رجع لي الصول هو الأول هذا الصول فيلي هذي معايا الصول عمي هذا الصول فيلي هذا هذا الصول هذا الصول شنو باغي تصرفقها في الحياة راه كيبان لك الحياة لا ما بان لي هذا راه معروف الجودة راه معروفة عند حميد كاع ما تذاكروا عند مستقبل هذا الصول فيلي هذا الصول الحر كيوصل حتى 170 160 لكن بلاتي باش غنعرفوا احنا نعرفوا حر باش عرفوا حر لان راه معروف كاين هذاك المنقط هذاك المنقط كنسميوه موك الصحراء ديال الصحراء هذاك المنقط ولكن هذا هو الفري هذا هو الفري سول يعني الفري سول هو اللي تقاد الظهر ديالو كحل كحل واه يعني الناس اللي غيبغوا دابا يشريو السول يشوفوا الظهر ديالو لقاو ولكن كاين شي الاخر حتى هو راه مزيان باش مزيان يلاه فيه راه فيه مزيان في الماكلة هذاك البنة ديالو بوحدو يعني اللوغو ديال الاخر الاخر بوحدو هذا اللوغو ديالو بوحدو بحال الشرغو ماشي هو الباجو الضغط ماشي هي الباجو الريال على بالك زيد لي عندنا سيدي الكالامار اللي هي زوينه وبنينه ودير البلاد ديال البوشيره ما شاء الله زوينه بزاف الثمن راه مزيان هاد الايام واخا واحد بغيت نسولك هذيك الكحوليه ديالك كيشربوها كيقول مزيانه للمعده اشرح لي هذاك كيديروا بها صوص نوار خويا صوص نوار ومزيانه للمعده هذيك
يعني دول المعدن مزيان لا صدبة كيديروا بها صوص نوار هذيك كاين بعض الناس كاين بعض الريستورات كيكونوا باغيينهم كيوصيو الناس كيجيبوا لهم في كيسان يعني كتجمعوا لهم كيجمعوا لهم كيبيعوا لهم شحال واصل الثمن ديالو كالامار ولا لونكار ديال الكالامار جوج لونكار ديال الكالامار ما عرفتش اثمنه ديالو حيت انا كنلوحو والكالامار دابا واصل اخويا 150 درهم 150 درهم غادي حيت هي بلاصه ديال 100 اليوم ما درتش لقيتها 130 درهم في الجمله وانا دابا 20 درهم فيها وفيها لا كلاص فيها الخدام وفيها وكنقنعوا بالبركه وحده اخرى غيبيع ب 170 دوزو الاخر نعم سيدي هذا الشرغو الشرغو الثمن زوين دابا حاليا الشرغو واصل الثمن الشرغو معروف ها من الشوفه تعرف والله صاحبي اللي داير 70 درهم كبير داير 60 درهم 60 درهم الباجو تا هو 80 درهم داير لي 60 درهم القمرون منقي وفري قمرون ماشي ديك المهمه هذا فري قمرون القضيه الله يرحم الوالدين هذه القضيه ديال المهمه ديما كيذكروا الناس كيفاش هذه المهمه ديال هذاك القمرون المهمه بحال قلتي كيكون بحال كتشوفها وهي راه منفوخه ما كطيب صافي كتولي كتفش كتفش كتمسخ ولكن بينهم كيفاش تعرف القمرون فري الاخر كيكون مخطط بالحموره مخطط بالحموره يعني دابا الانسان اللي شافه بحال كبيض يزعم عليه فوالا هذاك قمرون ولكن لابان لي مخطط عارفو مهمه عارفو راه مهمه ها واخا يجي البيض نعم البيض صحاب ميسكيلاسيون البيض هاي ميكا تروا ميكا تروا صحاب ميسكيلاسيون ياك جميع الجوي ميسكيلاسيون جميع الجوي تريسيبس الله يبارك احسن انت غادي هذا كيلاق الاحسن رياضه اللي ما كيغشوش فيها والو طبيعي هادشي ناتيري سير على بركه الله كمل معنا ندوزو البوزرو البوزرو هو عنده العشاق ديالو طبيعة الحال زيد الحامي هذا كنسميوه البعلوش البحر بعلوش البحر هذا كل بياسة يا بياسة كل بياسة بياسة تيشبعو غير بوزرو كذا ولكن كنشوفو هذا غليظ شوية ماشي بحال هذيك الآخر اللي كتكون مقموع تبرع صح قلت لك بوزروكا ولا نص بوزروكا تعمر لك الدغمة بوزروكا نص بوزروكا تعمر لك الدغمة يعني غضرب ثلاثة أربعة غتقول الحمد لله سالين زيد وفي العشية غتقول الشكر لله زيد كمل على بركة الله فين واصل الثمن ديالك؟ بوزروك واصل 80-70 درهم 80-70 درهم يلا سير كملوها الحميد هذا الحمر هو هذا باجو شامة ها هذاك بواجو شنو كيتسمى الاخر الصغير هذا باجو شامة وهذا باجو شامة هذا فوشامة وهذا فوشامة هذا كيدير 120 داير لي 100 درهم صراحة 120 الاخر 60 درهم حيت على حسب كاليبر الغلط وهذا اللي حداه هذه هي المعزه هذه المعزه في الماكله اخويا المعزه 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 كتسمع المعزه منين كيقول كاينه المعزه الرويال وكاينه ديك المعزه ديال الهرابا هذه معزه حره هذه الماكله ديالها حلوه بحال السكر والله الا بصح هذه اش كتسمى كاين بعض الناس دابا شي كليان كتسمع المعزه منين يبدا يضحك هذه معزه ديال الفوندو هذه معزه ديال الفوندو واعره في الماكله ما تشبعش منها يعني غتبنن غتقول الحمد لله ما تذكروش عليها واخا واحد السيد قال لنا الكرامه الغيطه كاينش كرامه سميتو الغيطه هي هذيك الزرواطه الزرواطه الكبيره هذيك تتندغ وعيط صاحبك كيندغ معاك كيفاش اشرح لينا كثر هي ملي كطيبها اه عيط لشي صحابك الا جبتي شي وحده فيها كيلو غوش على اربعه الناس يعاونوك ينضغوا معاك عاد باش عاد باش تصرف اصرف احسن كاليبر ديال الكالامر هو احسن كاليبر هو هذا اما الغيطه قلتي لي راه ما راه خصك يعاونك فيها الدرب كامل باش هذا ما يندغ معاك ما يعاب وحدك يعني شيش تجيك حلوه واخا سير نعم كما قلنا حنا دزنا المعزه دابا وندوزو الروجي شو الروجي تشوشا تاع شي فرحان كنجيب حوش مليع الجوده شوش كيدير الروجي واقفه ماشي في المقله هذه فيه ساعه كتخلع هذه في الشوا في المقله وفران الشوا المقله في ساعه يا سلام ندوز للميرنا انت هذه الميرنا المشاهدين الكرام ميرنا المحمديه ميرنا دي ديال هذه شوف حتى هي يونتي بيوتيك اللي عنده مريض وعنده بيبي صغير بغى يطيح حوت يجي عندي نعطيه الميرنا على تقليدي للفن ديال الميرنا قول لي باش نعرفوا الميرنا الكاليتي ديال الميرنا فيها وفيها انا ما نوريك كاين واحد لا كاليتي خلي تنوصلوا تما احنا جايين احنا غندوروا تما فيها وفيها هذه المحمديه كاينه ديال الصحراء ديال القليان كاينه ديال البياخي عرفتي معنى الحوت البياخي الحوت البياخي كيكون ضار اربع ايام خمس ايام واخا 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 الميرنا حنا كما كنعرفوا جميع الميرنا كاين فيها الصغيره والكبير هذه ديال المقلب ديال المقلب فن قايله زيد ديال هذا سيدي لوباغ دري دري ملك الحوت ملك الحوت علاش سموه ملك الحوت وما سموهش حيت هو بنين وزوين ولديت بنين وزوين ولديت واو يعني عنده موالي شوف كيدير حتى شوف كيغمز هذا تكرط عليه وجهك تكرط عليه وجهك ايه حيت مرايه مرايه ها اللهم صل عليك يا رسول الله زيد اجي نمشيو للجهه الاخرى نعم سيدي سالينا من هذا الصف هذا شو ها اجي معاه
البيض كما العاده اللهم بارك. هذه هي الميرنه اللي قلت لك، هذه كتسمى لي ميرنه بيخي، ولكن هي مزيانه ديرها فيلي، هذه دايره 40 40 ديرها باش كتفرق بينه وبين الاخرى. باين الحوايج شوفها من النظره كيبان لك الحوايج. دابا انت بيع وشري غتفهم، ولكن المواطن راه غيشوف ما غيفهمش. كتعطيه الاثمنه كيفهم، الوغ هذه ماشي قديمه ولا ضر الناس. هو هذه كتسمى حوت البياخي. حوت البياخي فوالا، هادو ديال الباركواش كيضربوا 4 ايام 5 ايام في البحر، وهذه حتى هي ديال الباركواش كيضربوا يومين صلح وروح، اخرى يومين ونصبح وروح، صلح وروح حتى يمشي الصباح وتجي في العشيه. فوالا، يعني كل واحد تبارك الله وعنده المعنى ديالو وعنده اللغز ديالو. ها هو القرب اللي هو لومبغين، لهاد الايام قليل وغالي شويه، انا ندير لي ثمن مزيان. تبارك الله. وعندي كروفات، كاين بوزروك راه هو زوين اللي قلت لك. بوزروك البعلوج ديال البحر. حمسيناه وين ما دويناش عليها. شنو الفرق بين البوزروك الكبير والبوزروك الصغير؟ خليقه ديال الله، هذاك الصغير باقي ما كبرش وهذاك الكبير. شحال وصل الثمن ديال الغلايط؟ هذا الغلايط داير 80 درهم. ها؟ مليح. صراحة. 80 درهم. وكاين الاخر دايره 50 60 60 درهم. كما قلنا حامي هذه هذه شنو سميتها؟ هذه المعايزه اللي قلت لك بنينه ولذيذه. المعايزه اللي شدينا لها. شوف انا والله ما يلقاو معايا مشكل، نقول الناس مرحبا. واش ما كاينش الغش؟ الخضر ما كاينش عندك الغش. ختموا بالكبير. مرحبا خويا. فهمتي الهبر. الهبر. الكفته. الكفته هذه كيقول لك البقر ديال البحر. البقر ديال البحر. انا كنسميها البقر ديال البحر. واش انت بوحدك اللي سميتي البقر ديال البحر ولا الناس تاهما سموها؟ انا مسمي لان كيبان لي بقر انايا. ملي كتجي الحوته فيها 300 400 كيلو. واخا ملي غتجيب 400 كيلو. البقره ما فيهاش 400 كيلو. واخا ملي غتجيب 400 كيلو شحال تقريبا غتكون تساوي هاد الحوته اللي دايره 400 كيلو؟ نص كنبيعو ونص كناكل. لا تقريبا شحال تكون تساوي هذه اللي غتشري؟ تقريبا مليون ونص مره 20000 درهم مره 18000 درهم. كان جوج المليون واصل. خديت انا واحد النهار جوج حوتات فيهم 500 كيلو. خديتهم بشحال بجوج الملايين داروا معايا زوين. جوج المليون. كان الحوت رخيص. دابا الحوت طايح ولا طالع؟ دابا صراحة سبادا غالية وأنا داير أثمنة زوين. دابا الحوت غالي. داير الثمن. داير الثمن ولكن أنا الثمن ما عنديش. الثمن ما كنديروش أنا، كنتصايب مع الناس، كنحاول نرضيهم، نحاول نمشي على الديناش ياكل الحوت. دابا الله يحسن العون، كل واحد الظروف ديالو، كاين اللي بإمكانه يشري الحوت حتى ب 300 درهم 500 درهم ما عندوش مشكل. بصح. وكاين 100 درهم غتجي غالي. حنا ما كنفكروش اللي عنده، كنفكروا اللي ما عندوش. حنا مع من عايشين. مع الدراويش بحالنا، حيت حنا دراويش كنحبوا الدراويش، هذوك الناس اغنياء حتى هما الله عمرها دار كيجوا عندنا وكيتعاونوا معنا ويعني كيتقداو راه حتى هما معاهم الخبز. اجي معنا حميد هنا ناخذ كلمه اخيره. مرحبا. بالخصوص الناس اللي كيغشوا في الحوت. ابراهيم. الناس اللي كيغشوا في الحوت كنطلبوا لهم الهديه، الله يهديهم راه غيجيو لينا على الناس. شوف كاع هذوك الناس اللي كيغشوا في الحوت كيقعدوا بنادم وكيشونجيو ليه الحوت وشي يتنقى ويتقلال. حيت كاين مثلا السردين اللي كيبقى خمس ايام سيمانه. مثلا كاين شي واحد كيعيط ليه في التليفون كيتشق فيه كيولي مهدي كاع الحوت كومينين اللي هو ناقص بالحد من الطابله كينقي ليه حيت من الحوت ما كيتنقى ما كيبقاش باين. كيتغسل صافي كيولي. كيجبد ليه شي واحد من الله غادي يبيع شي واحد كادو ولا غادي كيولي محشم بيه. وكاين الحوت اللي حتى كتاكلو علاش كتقول تغشمت فيه تقولبت فيه. كاين بعد تحاول تحيدو تبيعو الهوتة لشي حد باش ما تخسرش كلشي هو فهمتيني ولا لا؟ الحوت ديما كنبازي على الحوت زوين بأي طريقة. لا لا خديك الأخ حميد. لا لا خديك مرحبا. كما شاهدتم أنا مشاهدينا الكرام عبر قناة الشام قناة شوف تيفي، درنا معكم جولة بواحد الطابلة يعني فيها مجموعة كبيرة من الأشكال والأنواع ديال السمك، وشفتوا معنا الأثمنة ديال السوق ديال اليوم. أكيد السوق اليوم في المتناول في هذه الظرفيه هذيك مازال الحوت شويه رخيص، ولكن الشهر المقبل او الشهر اللي موراه تقريبا الثمن غيطلع تحت البحاره ما يبقاوش يخرجوا. كتولي الليالي كتولي. اجي حميد القضيه نسيت نجوش معك اللي دابا حاليا الحوت شويه طايح في الثمن. دابا الشهر الجاي شويه الشهر الجاي يعني كيولوا الليالي البحاره ما كيبقاوش يخرجوا. الحوت كيطلع تاني. انا كنوعد الناس. لا احنا كندوي بالعموم. فوالا دابا كنقول لك انا كنوعد الناس راه كنقنع بالبركه. دابا شوف ما نكروش كاين الناس اللي غادي يشوفوا على واحد القضيه. كاين اللي عاوتاني كيمشي كياخذ قمرون بالسين ولا هذه وكيقول لك حق قولبوني. واش انت يا صاحبي قمرون ديال 120 او 100 درهم ماشي غادي يدير قمرون بالسين درهم؟ هذاك راه كيولي سم هذاك يعني كيضرب مده طويله عند المؤمنين. عاد كيبغي يفكو. واش ترى باينه بحال المرجان عاوتاني كيمشي المرجان اشنو؟ لا تمرجان فيه الجوده ياك خويا. الجوده كاين اي بلاصه غتمشي راه كاين الجوده. البريفيكس غنقول لك انا على البريفيكس ثمن واحد ما كي ثمن يعني مرجان فيه ثمن ما كينقصولك حتى مازال راه كيجي عندك
تقول لي الدراهم نقول لك باساو معايا وتحشم منه وتقول كسبت لي جديد وكتبيع لي باش بغى. المهم كما قلنا وانا كنعارض الناس كيبقى يقولوا لي عاب مشيت المرجان. لا الظرفيه ديال الشهر المقبل يعني كيكون البحاره ما كيخرجوش بزاف. شوف الفليك ما كيخرجوش الحوت راه مره كاين مره ما كاينش، مره كاين ومره ما كاينش. ابو زروق نخويه تشوفوا كيف داير. خويا لينا ابو زروق تشوفوا ابو زروق كي داير. شوف 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 هو عطينا الخلطه للنساء اللي بغاو زعما يديروا الطريقه زعما يطيبوه. اه عطينا الخلطه انا غن... لا اللي بغى يطيبوه بحال هكا. انا نوصي دابا هاد بوزروك معروف سخون. اها كاين بعض الناس ما عارفينوش راه يعني راه فيه شي في اللذه. عرفتي شنو فيه اللذه؟ اللي مجوج ياكل هاد بوزروك يتلذذ الحياه الجوزيه ديالو. ولكن الطريقه باش كيطيب باش كيطيب الربيع والثومه والزيت العود وما يطيشات ديما الربيع والزيت حيت فيهم الزيت العود والثومه هما الحوايج هما الدواء. الثومه والربيع هما الدواء. لا يخطيك انا نقول لك دير لي التخربيقه العطريه داكشي ما خدام. واكيد الانسان في اي مكان غيمشي غيلقى الجوده وفي نفس الوقت غيلقى الناس اللي ما كيخافوش الله راه كيديروا مرتاح. لا والله ما نغشي واحد. اكيد كما شاهدتم على مشاهدينا الكرام اجواء رائعه من سوق سماء بمدينه المحمديه ومرحبا بالجميع. اكيد الناس اللي كيجيو السوق البلدي اكيد راه كيتقداو الحاجه اللي كتناسبهم والثمن اللي كيناسبهم. اكيد لنا جوله بمكان اخر بعد قليل والسلام عليكم.